كانت عندي واحد نظرة مغلوطة على البلد ديالنا، وكانت حامل واحد الأفكار اللي هذيك الأفكار لا تمس بديننا الحنيف. والحمد لله جيت هذا البرنامج مصالحة، وهذا البرنامج كنعتبره أنا قارب النجاة من الغلو والتطرف. والأسس إدارة الله يجزيهم بخير، استفدنا منهم وصحوا لنا المفاهيم الدينية المغلوطة، وديننا دين التسامح ودين التعايش. وكنبغي نشكر جميع الأطر الصاهرين على هذا البرنامج، والسيد مندوب العام لإدارة الشؤون إعادة الإدماج على الثقة اللي وضعوها فيا. والحمد لله دابا تحت لي الرؤية وما كانش بحال ما كاين، الحمد لله دابا مزيان وثقت في راسي والثقة اكتسبتها من عند الأساتذة. والحمد لله والشكر على بلادنا. البرنامج كان مزيان ممتاز من البداية، إن فوا كتحط رجلك في هنايا في البرنامج والأساتذة كيشرحوا لك كترتاح نفسيا، وكتغير بزاف حتى النظره ديالك في المجتمع كتغير، كتولي عندك واحد الثقه في النفس. وذوك الافكار اللي كنت انا حامل ما كيمسوش كاع بالديننا الحنيف، دين التسامح دين التعايش مع جميع الديانات ديال العالم. لا هذا البرنامج ما فرضوا عليا حتى شي واحد، دخلته بقناعه وشفت راسي انا غادي في واحد الطريق اللي فيها الظلمه ما فيهاش النور كاع. والحمد لله هذا البرنامج فتح لي أبواب ديالو، والحمد لله على كل حال. وكنشكر جميع الأطر والصاهرين على هذا البرنامج الشريف، وصراحة ناجح بامتياز الحمد لله. كنقول للشباب اللي حاملين الفكر ديال الغلو والتطرف، راه هذاك الفكر يؤدي بهم إلى الهاوية لا دنيا ولا آخرة. خاصهم يتراجعوا ويصحوا الأفكار ديالهم، يتصالحوا مع نفسهم أول حاجة. خاصو الإنسان يتصالح مع نفسه أول حاجة، عاد باش يتصالح مع المجتمع ويتصالح مع النظام ديالو. حنا عندنا نظام ملكي والحمد لله على بلادنا، الحمد لله على ملكنا، ونعمة الأمن والأمان لا تقدر بثمن. الحمد لله هذه التوبة، وهذا باب ديال التوبة هذا البرنامج هذا. أنا تعاقلت بتهمة التطرف والإرهاب، لأنني فيما سبق كنت أحمل أفكار متطرفة وأفكار سلبية، وهذيك الطريق ما خدامهاش لتا شي واحد، ما خدامهاش لا للشباب لا للناس الكبار لا حتى شي واحد، لأنه أنا شفت هذيك الطريق وعرفت شنو فيها ما خدامهاش. انخرطت هذا البرنامج هذا من تعاقلت دخلت للسجن المحلي، السجن المحلي بقيت فيه احتياطي، ومن بعد مورا الحكم الابتدائي بديت كنراجع الاوراق ديالي وكنراجع الحسابات ديالي، ولقيت بانني كنت غلط وكنت خاطئ بزاف. وسمعت بانه كاين واحد البرنامج كتنظمو المندوبيه العامه لاداره السجون من اجل مواكبه السجناء واصلاحهم، وكيحضروا فيها اساتذه من العيار الثقيل، وقررت بان نشارك في هذا البرنامج هذا باش حتى انا نستافد من الدروس ديال الاساتذه ونتاهلت انايا باش نكون. الدروس الحمد لله كان العديد من المحاور، كاين في الشق الديني كان الاساتذه من العيار الثقيل استفدنا منهم كيفاش نعرفوا الدين ديالنا وعد من ناخذوا الدين ديالنا، واستفدنا عاوتاني في الشق الحقوقي مع الاساتذه ديال حقوق الانسان وخبراء ديال في مجال حقوق الانسان، وفي الشق القانوني مع الاساتذه من العيار الثقيل في مجال ديال القانون، اللي عرفنا شنو هو القانون والتشريع، واستفدنا عاوتاني من حصص ديال اخصائي نفسي اللي كنشكروه، اللي من خلال الدروس ديالو الحمد لله غادي نقدروا نرجعوا ثاني للمجتمع من جديد بافكار ايجابيه وبعقليه ايجابيه، وفي المجال ديال الاقتصاد الحمد لله عطاونا حتى الدروس مجال الاقتصاد كيفاش نرجعوا لسوق الشغل ونعاودوا ندمجوا ثاني في سوق الشغل. الحمد لله استفدت بزاف. كيف ما سبقت وقلت لك، انا كنت متاقل في السجن احتياطي، بديت كنراجع الافكار ديالي، لقيت راسي غلط، ومني سمعت بانه راه كاين واحد البرنامج مصالحه كيساعد بانك انت تتجاوز هذا الشيء كامل وترجع تعرف تراجع هذه الافكار هذو، وتعرف الطريق الحقيقي ديال الدين وديال الاستقامه وديال الاندماج داخل المجتمع ومعرفه الحقوق والقانون اللي كتعطيها لنا الدوله ديالنا الحمد لله.
حتى انا قررت وشاركت في برنامج، قررت باش نشارك برنامج مصالحه ودفع الطلبات ديالي، والحمد لله السيد المندوب استجب للطلبات ديالنا وجابنا باش نشاركوا في برنامج مصالحه واستفدنا مزيان الحمد لله. برنامج مصالحه اولا تصالحت مع نفسي، ثانيا تصالحت مع الدين ديالي وتصالحت مع المجتمع، المجتمع اللي كنا غالطين في حقه بزاف، كنا كنطلب منهم السماحه من هذا المنبر هذا، كنطلب السماحه من المجتمع ومن الوالدين ديالي والاسر ديالنا والمجتمع ودوك اللي كنا كنحملوا افكار اتجاه ديالهم، كنا كنحملوا افكار اتجاه ديالهم افكار سلبيه، وكنطلبوا منهم يسمحوا لينا. الشباب نكونوا منقادين الطريق، ما يبقاوش يديوا على داك الشيء ديال دوك داك الشيء اللي كيتنشر بزاف وسائل التواصل الاجتماعي، لانه حتى الشيء ديال التطرف والارهاب ولا كيتنشر بزاف وسائل التواصل الاجتماعي، يحذروا راسهم خصوصا من هاد وسائل التواصل الاجتماعي، حيت هي اللي كتجيب مؤخرا كتجيب الشباب باش كتجيب الشباب الضعيفه باش يلتحقوا بهاد الافكار هادي. وإلا بغاو يدينوا الدين ديالهم راه كاين اساتذه وكاين رجال دين الحمد لله عندنا في المملكه المغربيه وفي المملكه المغربيه وفي امانه في الرابطه المحمديه للعلماء، الحمد لله كاين علماء بلادنا، علماء من الطراز الرفيع.